السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على لعاب الخض، الجوهرة الجديدة للمنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله بربي. هذا اللعاب، هذا إيلان، وين إيلان قابل اللي نتمناو له ان شاء الله بربي يكون فيه الخير علينا ودفعه جديده في المنتخب، باش يعطي دفعه جديده للمنتخب الوطني، اذ قدمت له مشي الفرصه. الا خلاوه يلعب غادي يعطي، هو غادي يعطي حلول بزاف. هذا اللعاب هذا اللي غادي يمد حلول بزاف ان شاء الله بربي، يوضعوا فيه الثقه برك كيما وضعوها في ولاو خايفين على كرعين تاع زروقي نهار اللي يلعب كونت زيمبابوي. زروقي غير بسياسه، هذه لافريك، هذه مش هذه قوي غيك اللي راه اللي عنده كرعي، عنده كرعي على على لي زافريكا عندهم خمس كرعين. ها لي زافريكا ما يلعبوا في اوروبا، زروقي بدا بسياسه تراكم كاع زروقي امالكم. هذا بينك لعاب، هذا بينك غادي، هذا بينك غادي ان شاء الله بربي غادي 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 يخلعكم فانيك. هذا فانيك على بالك، هذا استدعاء تاعو جاما بالماضي، دار استدعاء دخل بزاف ناس في حيط ولعبوها ما سمعوش الدخله تاعهم، الضربه تاعهم في الحيط تاع اللي كانوا لا ما عندنا ما نديرو ما نزيدوش. منهم هذا مؤمن، هذا اللي توغ، هذا اللي توغ، هذا منهم كاين بزاف في اليوتيوب تاع لا ما نزيدوش، وهذو هما بزاف علينا وصعيك عائله. جمال بالماضي عيطوا له وهدرتوا معاه، قلت له جمال رانا نقولوا باللي هدرنا انت في 2019 و2020، قلت باللي عائله وما نزيدوش، وانايا وهذو اللاعبين اللي نروح بهم كوب دي موند. هاولا زدت هاو عائله دخلتوا بها براني ولا او الدوار دخلتوا به براني الدوار او مالكم ولا ما سمعتوهاش الدخله تاعكم في الحيط. جمال بالماضي راه قاعد مركم على حيط ناس اللي هذا 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 مؤمن. وين كتب نهار اللي جمال بالماضي قال لهم عندي زرقان، قال لهم عندي زرقان، قال لهم عندي زرقان، قلع ميكلافي تاعو تاع هذا تاع قابل، هذا اللعاب قابل قلع وطاع عليه، قال لهم اللي بيدير يدير كيما ديلور. ومن بعد ديلور، ومن بعد ديلور تقدم لي كيما ناسيونال، قال لك هذه عقليه بوحنيكا كان يهدر فيها على فيغولي، كان يقول لهم فيغولي اشتادر ليكيب ناسيونال في 2015 2016، كان يقول لهم فيغولي اشتادر ليكيب ناسيونال. هذا اليوم كاع الناس اودي تنساو تنساو ياه نسيتو، كنتو تكتبو كنتو تهضرو جامع بالماضي كذبكم كيما هكا قضب ذوك الطحاحنات اللي ضربوا له الطحين، اللي ضربوا له الشيتا، ذوك الشياتا تاعو خات شيات تقعد شيات خات غادي يجي وقت جمال بالماضي يقول انا نحوس على، ما نحوسش على واحد اللي راه يهدر، غادي نحوس انا على الشخصيه تاعي باش نقعد في القمه، باش نقعد في القمه لازمني لعابه. وعقلوا عليها مليح، شراني نقول لكم عقلوا عليها مليح. مول الماتش تاع بوركينا فاسو ضربه، ماشي ضربه ريح، ماشي ضربه ريح، ضربه اعصار ضرب جمال بالماضي. وعقلوا عليها مليح راني نقول لكم، ايه بشويه لا ما تقلقوش. جاب هذا، جاب من جاب من جاب، وتشوفوا لو يوريكم العائله تاعكم اللي كنتوا تقولوا لا جمال قعد هذه عائله. هو قال لكم نهار الاول عائله، حنا قلنا اللي يعطاك في 2019 ما يعطيكش 2020، ما يمدلكش 2020، ما يمدلكش 2020، ما يمدلكش اياه. الله جي يلعب دور كبيره، روحنا للدوزيام تور 2014، الكبير كان عنده 26 عام، الكبير كان عنده 26 عام برك. هذه باش يكون على بالكم بها. وإن صنع استدعاء مهاجم نادي ريمس إيلان قابل الحدث، حيث شكل تواجده الحدث في التشكيلة الوطنية خلال مواجهتين مقبلتين للمنتخب الوطني، خاصة بعد تألق لافت الذي سجله اللعاب
في منافسات الدوري الفرنسي. واستدعى الناخب الوطني جمال بالماضي أول مرة كل من محمد أمين عمورة لاعب نادي سويسري وقيس إيلان قابل من ريمس الفرنسي تحسبا لانطلاق تحضيرات التي انطلقت يعني بيوم الاثنين لمواجهة مزدوجة أمام النيجر ضمن تصفيات مونديال قطر 2022. حنا اليوم كي نقولوا النيجر، أنا نهضروا النيجر، يجي ست نقط تاعها صايك ونقولها ونعاودها، ست نقط صايك ونزيد نقول هذو النقاد، هذو لهم يقول لك حنا نقاد وحنا محللين، هذا مؤمن وهذا اشباه مؤمن، وهذو الناس في اليوتيوب اشباه ناس كيما مؤمن قاعد يخدموا كيف كيف، هذو علاه راهم رايحين غير على جماعه على 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 ديلور. ديلور جاما بالماضي غادي يرد على ديلور، جاما بالماضي غادي يرد على القضيه تاع ديلور، خاطر علاه يبغوا يغلطوكم. هذا الاعلام ان نتلقى معلومات من عند اصحابهم، كيفاش قال لك ندوروا على نضربوا غير ديلور جاما بالماضي، شفتوا ما يروحوش القائمه اللي عيط اللاعبين من الماي مازال ما لعبوش ذوك تاع تونس تاع الساحل وتاع الترجي، من الماي مازال ما لعبوش غير يترينو باش يكون على بالك من الماي، حبست البطولة التونسية في ماي مازال ما لعبوش لليوم، باش ما يهضروش على ذاك تاع بوردو، باش يسكتو شي يديرو دروك يقلبوا الرأي العام على ديلور بالماضي. لا إلا أنت عندك الجرأة، أنت مؤمن أنت، ونعرفك بلي ما عندك والو، انتوما راكم انا راني فايق بكم كيفاش راكم تخدموا، راكم توجهوا كاع الانصار كاع الناس قضيه غير تاع ديلور. يا ودي خلينا من ديلور، ديلور باين وديلور لعاب وديلور احسن من اللعابه اللي انتوما تشاهدوا لهم احسن منهم. الى هذا سليماني وهذا بونجاح ما مركاش كونت النيجر، ما مركاولهمش اكثر من ربعه ولا خمسه، وانت يمركو خمسه وسته، وانت يقرعوا لي بيناتي يتيروهم. الانضباط لك تهدر عليه يا سي مؤمن، الانضباط لك تهدر عليه يا سي مؤمن، نقول لك انضباط عندما المدرب يتكلم مع اللعابه باللي محرز تي بيناتي هو الاول اللي يتيريها، ما يروحوش ينطروها له ميده، هذاك هو الانضباط. انتوما قاعد تقولوا اللعابه في مانشستر سيتي ضد رياض محرز، بصح كي تجي بيناتي محرز رياض محرز هو يتيريها، ها الانضباط كي داير. انتوما قاعد تتكلموا على انتفاضه تاع محرز ضد غوارديولا وتهضروا على ستاتي، منكم عوجين هنا، تعرفوا كاع انتوما تعرفوا خير من غوارديولا، بصح ما تيقوش تهضروا مع بالماضي. تما غوارديولا محرز لازم يكون كروشار، لازم اللعابه تاعنا يكونوا كروشارة مع المدربين تاعهم، لازم كيما نقولوا حنا سليماني لازم يضرب لاربيت، لازم هذاك اللي يلعب في بوردو يلعب يضرب لاربيت باش يلعب تيتيلر، بصح كي يجي هنايا الا قعد في البنك انضباط واحتراف وحب الوطن وحب العمل وحب المدرب واحترام المدربين. آية لي كرابويا، آية لي فولير، لي صالو، انتوما هما لي صالوبار، انتوما هما لي غرون صالوبار، باش ندخل لكم ليه في لسانكم. آية لي طوالات ياه، لي يجي يخرى فيكم ويروح، حاشا المصنتين. انتوما هما جماجر خرا عليكم ديك 6 اشهر ولا 7 اشهر قاعدين تشيتوا له ماجر، ما عيطش ادم والناس عنده الحق، وماجر انت كنت تقول فيها راه الفيديو كاينه، ماجر عنده الحق، ما يتلاعبش مع الانضباطات وخاصة النهج التكتيكي تاعو، وإلا ما عيطش الديلور ما عيطش الادم، انت كنت تقول فيها صاحبي، انت كنت تقول فيها
انا قلت لكم توما طواليت اللي يجي يكب فيكم ويروح حاشاكم حاشا قدركم. يعني وين نقولوا اسمحوا لنا خرجنا كاع الموضوع تاع قابل، وين بخصوص قابل فهو من مواليد 10 جويلية 1998 بمدينة مارسيليا، صاحب القامة تبلغ 1.68 متر، منصبه الرئيسي متوسط ميدان هجومي كما يمكن اللعب كمتوسط ميدان على الجهة اليمنى. يتعامل لاعب الشاب مع الشركة يو فورس سبورت التي تعتبر مكلفة بإدارة أعماله فيما تعلق بانتقال الالتحاق برامس في الفاتح من جوليا 2020 بعقد يمتد إلى 30 جوان 2024. وتصدر الإشارة إلى أن شقيق اللاعب عبد العزيز قابل من مواليد 1991 ينشط هو الآخر في صفوف اف سي كوفران في الدور الدرجة الخامسة السويسرية. روح عنده جيب روح.